جديدة من برنامج ضيفة، يتجدد الموعد على شاشة العربي 2. أهلا بكم مشاهدينا، وتحية لك يا آلاء، وكل عام وانت بخير. خير وانت بخير رانيا، والمشاهدين بألف خير. موعد جديد من ضيفة، فنواكب فيه كالعادة مواضيع ثقافية وأدبية وفنية على امتداد الوطن العربي، وأيضا نغطي أحداث ثقافية عالمية. البداية بالعناوين. بعد الحياة بخطوة في طبعتها الثانية، رواية عن سير العائدين من الموت للروائي الأردني يحيى القيسي. رباعيات عمر الخيام من الشعر إلى الحروفية في الجزائر، وفي الحلقة إضاءة على تأملات فلسفته وشعره. معاني الذاكرة وذاكرة الجسد، رحلة فنية ترسم معالم المدن للفنان الجزائري عمر البريكي. أهلا بكم مشاهدينا. صدرت حديثا الطبعة الثانية من رواية بعد الحياة بخطوة للروائي والباحث الأردني يحيى القيسي. الطبعة صدرت رقميا وورقيا عن منصة ألف كتاب وكتاب. صحيح، وتعد رواية بعد الحياة بخطوة الصادرة أول مرة عام 2018 كما يقول كاتبها نصا معرفيا يحاول البحث في الموت بوصفه حدثا مصيريا يؤرق البشرية عبر التاريخ من خلال التأمل والقراءات فيما يسمى بتجربة الاقتراب من الموت، وهي تجربة وصلها الملايين من الناس أثناء إصابتهم بالغيبوبة، خصوصا أثناء العمليات الجراحية والتخدير الكامل، أو رانيا في حالة الحوادث والصدمات الكبيرة. يعني هذا موضوع جدلي وشائك، والحديث أكثر عن هذا العمل تحديدا يسعدنا أن نستضيف من عمان الروائي والكاتب الأردني يحيى القيسي، صاحب رواية بعد الحياة بخطوة. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ يحيى، وكل عام وأنت بألف خير. بداية يعني موضوع الرواية، كل عام وأنت بخير وأنت بألف خير، لماذا اخترت هذا الموضوع؟ يعني موضوع الحياة بعد الموت، ما الذي يزعج بالتحديد في هذه الحتمية؟ الحقيقة أنا رواياتي كلها تتناول المسائل الروحانية والماورائيات. هذه الرواية هي الرواية الرابعة، وبالتالي تندرج في ضمن المشروع الذي أشتغل عليه. كل الروايات تتناول مواضيع روحانية، تصوف، ظواهر الخارقة. هذا قدري أنني دخلت في هذا العالم، وأنا باحث أصلا ومتخصص في هذا الأمر، أشتغل على هذا الشيء وحاول أن أقدم شيئا جديدا. طبعا هذه الأمور موجودة في الغرب بشكل كبير وواسع، لكن في الوطن العربي ما لا توجد إجابات، أو نكتفي فقط بما وصلنا من الموروث الديني فقط. يعني بالنسبة للإجابات، أنا حاولت أن يعني أن أقدم رواية موازية لما بعد الحياة، وما بعد الحياة هي حياة أخرى، حياة أكثر جمالا وبهاء. هذا ما أعرفه، وهذا أيضا ينسجم أيضا مع الموروث الديني. طيب، عوالم ما بعد الموت جاءت في روايتك على لسان أشخاص عاشوا الغيبوبة ثم استيقظوا منها بعد فترة. هل قمت بعمل استقصائي مع هؤلاء الأشخاص؟ وما هي الصورة التي نقلوها وتود أنت بدورك نقلها إلى القارئ سيد يحيى؟ تجارب الاقتراب من الموت ليست بمعنى أنهم ماتوا فعلا وأعادوا، لأنه الإنسان حينما يموت لا يعود، لكن الاقتراب من الموت ممكن، وهذا ما يحدث أحيانا أثناء النوم، يعني ما يسمى الميتة الصغرى. فبالتالي يستيقظ الإنسان من هذه الميتة الصغرى وإلى حياة جديدة. بالنسبة لهذه التجارب، هناك ملايين الوثائق التي سجلت لأشخاص مروا بهذه التجارب عبر عمليات جراحية، توقف قلبهم أو أنه عندهم مشاكل في الدماغ، لكن كان وعيهم مستمرا. الجميع التجارب التي سجلت تشير إلى أن الحياة المقبلة أكثر جمالا ورحمة ورأفة، ومعظم الذين أطلوا عليها إطلالا
لا يرغبون بالعودة. ففي الحقيقة هناك يعني حياة أخرى، هناك وعي مستمر. الإنسان كجسد فقط خلال المرحلة الأرضية ما قبل كان موجودا وما بعد سيبقى موجودا. وكما تعرفون يعني الآية القرآنية تقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أي هناك حياة مستمرة ورزق، هذا من الجانب الديني. والذين سجلوا شهاداتهم كلهم يعني تكلموا عن هذا الأمر، أن هناك حياة وهناك عوالم أخرى يعني جميلة ومشرقة وأكثر رحمة من مما هو على الأرض. نعم، طيب سيد يحيى، يعني في هذه الرواية أيضا تقدم توصيف مختلف للعلاقة بين الحياة الدنيوية والحياة بعد الموت. لا يوجد صوت الآن. برأيك هل تسمعني أستاذ يحيى؟ الآن نعم. نعم، يعني نعم في هذه الرواية، في روايتك، يعني هناك توصيف مختلف للعلاقة بين الحياة الدنيوية والحياة بعد الموت. برأيك إلى أي مدى يمكن لهذا العمل أن يفتح نوافذ جديدة على فهمنا لإشكاليات الحياة والموت؟ يعني ما الذي تقدمه في هذه الرواية؟ الأصدقاء الذين قرأوها يقولون لي يعني بين قوسين: أنا أرش على الموت سكر، يعني أنا أجمل الموت. الحقيقة الموت ليس فناء، ليس نهاية. الموت كما قال درويش شاعر كبير: الموت يوجع الأحياء لا يوجع الأموات. وبالتالي نحن الذين نتألم بسبب فقد الراحلين. هذه التجارب وثقت وسجلت، وبعضها حتى هناك طبيب أمريكي متخصص في الدماغ أصيب هو نفسه بغيبوبة لمدة أسبوعين، وكان هو يعني غير مؤمن. وبالتالي حينما أطلع واكتشف أن الوعي مستمر، هناك وعي خارج الدماغ مستمر، كتب عن تجربته كتابا كبيرا يعني معروفا. بالوطن العربي للأسف يعني لا يقتربون من هذه المسائل، ويعني يتهيبون الإقبال عليها. أنا من ضمن مشروعي المعرفي البحثي أحاول أن أقدم إجابات أو يعني أطلع على هذا العالم بشكل ليست إجابات تقليدية، لأن الديانات كلها السماوية أو حتى المعتقدات الأرضية أجابت عن سؤال ما بعد الموت بطريقة كل بطريقته. لكن بالنسبة للأدب والفن مفروض أنه يحاول أن يعني يستشرف هذه العوالم، يحاول أن يعني ليس يجمل ما سيأتي، لكن في الحقيقة هو يعني أكثر بهاء وجمالا ما يوجد على الضفة الأخرى من النهر كما سميته أنا. هذا ما أعتقده وهذا ما كتبته في الرواية، طبعا عبر حوالي 300 صفحة من العمل. وصعب جدا أحيانا الواحد أن يتحدث عن روايته، لأنه أنا مضيت سنوات طويلة من البحث والكتابة والتأمل. طيب لنتحدث قليلا عن البناء السردي المعتمد في هذه الرواية. اعتمدت على تقنية سميتها بالإنثيالات، ماذا تعني بهذا المصطلح سيد يحيى، ولماذا اخترت أسلوب تكثيف المعاني في روايتك؟ الإنثيالات هي عبارة عن جمل قصيرة مكثفة، يعني جملة قد تتكون من كلمة أو كلمتين. هذه الجملة تحيل إلى روائح وأصوات وأمكنة، بحيث يعني يحاول القارئ لهذا النص أن يعني يستعيد أماكن معينة وممكن حتى سنوات طويلة. فهذا نوع من التكثيف الذي يعني لا أدري إذا كان موجودا في كتقنية سردية عربية، لكن مثلا جيمس جويس في روايته يوليسيس يعني استخدمه. التكثيف هنا يعني محاولة لاختصار صفحات كثيرة من الثرثرة أو الكلام الفائض، ومحاولة لطرق مسامع القارئ أو تنبيهه لأشياء معينة من خلال نص مكثف. أنا سميتها انثيالات، وهي محاولة القبض على الأفكار التي يحاول الإنسان أن يفكر بها. يعني حينما يفكر هناك آلاف الأفكار التي تمر برأسه، أنا حاولت إلقاء القبض على تلك الأفكار وتسجيلها على الورق. نعم، طيب سيد يحيى، أيضا في هذا الموضوع يعني كما ذكرت هناك كان تكثيف يعني للمعاني، لكن أيضا للمعارف والمفاهيم الدينية والصوفية. كيف استطعت الجمع بين المعلومة والحقائق وأيضا بين التخيل باعتبارها عمل أدبي؟ يعني ما تأثير ذلك على الجانب السردي في الرواية؟
في النهاية الرواية عمل أدبي وفني ويقوم على التخيل، ولكن أنا أؤمن بالرواية المعرفية التي تقدم معرفة والتي تقوم على البحث، كما اشتغل دان براون مثلا في كتاباته. فأنا بالتالي أنا أشتغل فترة طويلة من البحث والتأمل الذاتي ومشاهدة فيديوهات وأشياء كثيرة، ثم يعني أصيغ روايتي وأحاول أن أصطدم مع المفاهيم أو الثوابت الموجودة. وبالتالي أنا بنيت رؤية موازية لن تصطدم مع الموروث الديني في إجاباته الموجودة حاليا لدينا عن ما وراء الموت. حتى يعني حتى أنا في النهاية يمني كعمل فني، من شاء أن يصدق ما فيه فهو يعني الأمر له، ومن شاء أن لا يصدق ذلك أو يأخذه كعمل فني فبرضه يعني متعة ولذة النص هي تكفي مني. طيب لماذا هذا المجال بالتحديد؟ أنت منشغل بالمسائل الروحانية والماورائيات، هل ينبغي للكاتب أن يكون وسطيا في نقل معارف دينية عبر عمل أدبي مثلا؟ أنا منذ صغري يعني لدي تجربة روحانية، بمعنى أنني يعني وتجربة دينية وفكرية، فكانت رواياتي تمثل ما وصلت إليه من مستوى فكري أو روحاني. يعني روايتي الأولى باب الحيرة، وهي رواية معرفية كتبتها عن وجودي في تونس لمدة 3 سنوات، وهي أيضا تجربة تحاول يعني أن تستحضر مخطوط قديم وتنبش فيه، وأيضا تحدثت عن الأندلسيين الذي جاءوا إلى تستور في تونس وأشياء كثيرة. فالرواية اللي بعدها رواية أبناء السماء أيضا انشغلت في الظواهر الخارقة وما يسمى بالفضائيين وغير ذلك، ثم الفردوس المحرم، وكل ذلك جمعت فيها معارف الصوفية بالإضافة للبحث العلمي والتجارب الروحانية والقراءات، كلها جمعتها. يعني ربما هذا قدري كما قلت، يعني أنني منشغل في هذا الجانب، بمعنى أنه غير منشغل كثير بالجوانب الاجتماعية أو السياسية الآنية. هذا تخصص كل إنسان بعض المرات، يعني يكتب ما يشعر به أنه أقرب إلى نفسه وذاته ويستطيع أن يعبر عنه بطلاقة يعني. وآمل أن يعني أن أكون قد نجحت وقدمت للقارئ العربي شيئا جديدا ومغيرا للسائد. يعني نحن متشوقون جدا لقراءة أكثر لهذه الرواية. على كل شكرا لك رواية والكاتب الأردني يحيى القيسي على هذه المشاركة. شكرا لك. مشاهدينا نتابع معكم ما تبقى من محطتنا بعد هذه الوقفة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اشتهر برباعيات الخيام واكتسب شهرة في إيران وخارجها كعالم رياضيات وفلك وفيلسوف عبقري. إنه عمر الخيام النيسابوري الذي عاش في أواخر القرن 11 وأوائل القرن 12. نعم، تكريما لهذا الشاعر يحتضن قصر رياس البحر بالجزائر العاصمة معرضا فنيا لصاحب الرباعيات الشهيرة عالميا والتي غنت منها كوكب الشرق أم كلثوم، حيث تعرض على شكل لوحات فنية لأشهر الخطاطين الإيرانيين الذين أعادوا كتابتها وتقديمها بأساليب مختلفة ليبقوها حية في الذاكرة الإنسانية. نشاهد. ومن خلال عمر الخيام حاولنا أن نعمل معرض عن عدة مجالات فنية، من اللوحات والصور والكاليغرافي والخطوط، حتى اللوحات القرآنية، حتى يأخذ المشاهد يأخذ فكرة عن الفن الإيراني بشكل عام والأدب الإيراني بشكل عام. ولذلك الكثير ممن يتعرف على عمر الخيام يحتاج إلى وقت يعني يصل إلى عمق أفكار عمر الخيام. فالكثير من اللوحات تعرض بعض الخطوط من شعر ولوحات فنية من أشعار عمر الخيام.
قصر ياس البحر يحتضن لوحات لأشعار قالهم عمر الخيام، لرباعية عمر الخيام، لرسومات وصور لتوثق التراث الإيراني الإسلامي. طبعا اليوم يعني من خلال حتى هذا المعرض يمكن أن يتعرف على هذه الرباعية، فالمعرض هو فرصة مهمة جدا للاطلاع وللتعرف أكثر على هذا الشاعر الذي قدم الكثير للثقافة الإسلامية. أما عن هذا المعرض لهذا اليوم، حقا هو مميز لأن هذه الشخصية لا تخص فقط الجزائر الحبيبة أو سوريا أو أي دولة عربية، هذه شخصية عالمية ترجمت كتبه إلى معظم لغات العالم. بالنسبة للخطوط نحن أدرى لو تناولنا بعض الخطوط العربية ثم نتناول الخط الديواني أو الفارسي. الخط الفارسي معروف طبعا، إيران الخطوط في إيران هي على ما أدرى على ما يعني على حسب علمي أنا الأولى في العالم في الخط، ومنها انبثقت الحضارات الأخرى وامتزجت، ومدت الجسور بين الحضارة الإيرانية الفارسية طبعا والحضارة العربية وحضارات العالم. تكريم عمر الخيام فنيا هو اعتراف بالتأكيد بمنجزه الشعري الذي عرفته الثقافة العربية بالرباعيات، والتي قربتها المطربة أم كلثوم إلى الشارع العربي، ويبدو أنها ظلت مجهولة إلى حين ترجمتها إلى الإنجليزية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. نعم رانيا، نعود إلى هذه الشخصية التي تحمل اسم غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام، الذي اهتم بالفلسفة والرياضيات وعلم الفلك أيضا. ولمن لا يعرف أن عمر الخيام ترك أثرا مهما في أول من أنجز تقويما شمسيا أكثر دقة من التقويم الجريجوري. نعم، كما أنه أول من استخدم كلمة شيء، وهي الحرف الذي يعرف الآن بإكس طبعا، الذي أصبح رمزا عالميا للعدد المجهول. طبعا لا اختصرنا منجزات هذا المبدع في عصر تفوق الشرق، فقط للتأكيد طبعا على أهمية العودة إلى إرث هذه الشخصية والنظر فيما قدمته للبشرية فيما بعد. واليوم سنحاول التعمق في منجزه الصوفي التأملي، الرباعيات الشعرية، مع الشاعرة والروائية المترجمة الجزائرية ربيعة جلطي. أهلا ومرحبا بك معنا في ضفاف، وكل عام وأنت بخير. أهلا بكما، شكرا على الدعوة الكريمة، وكل عام وأنتم بخير جميعا. وأنت بخير. بداية يعني أنت اشتغلتي على شخصية عمر الخيام في عدد كبير من الأعمال، ما الذي برأيك جعل عمر الخيام اسما متداولا وفي كثير من الأحيان بمثابة لغز لكثيرين؟ صحيح معك حق، يعني هو لغز حقا، يعني هو أساسا هذا الشاعر هو لم يهتم كثيرا بالشعر في البداية، حتى أنه لم يكن يعني يهتم به، فقط كانت هناك جلسات حميمية بينه وبين أصدقاء الذي كان يلقي هذه الرباعيات. الرباعيات اكتشفت كما سبق وأن قالت زميلتك، اكتشفت عن طريق فيلجيرالد، يعني عن طريق إنجليزي مع الأسف، يعني كما حدث لابن رشد كما حدث لغيره. بالنسبة له لماذا لغز؟ سأقول لك يعني رأيي الذي توصلت له بعد قراءة طويلة جدا يعني منذ صغري، هو أنه استطاع أن يخرج، أن يفتق هذه الدائرة المغلقة للزمن، بمعنى أنه هناك شعراء يعيشون فترة معينة ثم يموتون. هو العكس، يعني خرج من دائرة الوقت، من الساعة، ليخرج إلى الزمن المتواصل. مثلا أنا أعتقد بأنه يعني خاصة حينما نقرأ الرباعيات
نرى بأنه أكثر معاصرة من كثير من الشعراء العرب وأيضا العالميين حاليا. لماذا؟ لأنه مس جوهر الإنسان. جوهر الإنسان هو هذا الوجود، السؤال، الكينونة، الحيرة. فلماذا الناس الآن، وليس العرب فقط، الناس وليس الفرس أيضا، العالم كله يحتفي بعمر الخيام، يترجم عمر الخيام. عندي أصدقاء في بلجيكا مثلا، في فرنسا، في إسبانيا، في إيطاليا، كلهم يحبون أن يترجموا من جديد الرباعيات عن طريقتهم الخاصة. مثلا هناك شاب صغير يعني رحضه 10 قرون يعني الآن، هو معجب بالشاعر اسمه فيرديناند أونري. كيف، ما الذي كتب؟ كتب المحاورة ما بين الأموات والأحياء، وهذه الفكرة أخذها عن عمر الخيام. نعم يعني جميل. طيب سيدة يعني ربيعة، لغز وسيظل لغز، هو لغز وسيظل لغز. طيب ما هي مواطن التجديد في الشعر لدى الخيام، وهل هي شكل أدبي مختلف؟ نعم، يعني إذا شئنا أن نشبهه ربما باللزوميات، يعني الرباعيات واللزوميات للمعري. أيضا ممكن يعني شعر الهايكو في اليابان، يعني لأنه الرباعيات كل رباعية هي مستقلة بموضوعها، مستقلة بطريقتها، مستقلة بأسلوبها، بجمالياتها، مستقلة أيضا بحسها، بمعنى أن كل رباعية هي عالم مختلف، عالم. ثم الفكرة الأخرى الأساسية عند عمر الخيام، وهي تعجبني جدا يعني خاصة كشاعرة وروائية، أحب هذه الطريقة، طريقة لا كونسيزيون، طريقة التدقيق، طريقة الاختصار، الاختصار في الجملة، الاختصار في الفكرة. يعني ما يمكن أن يقوله مثلا في 200 بيت يقوله في 4 أبيات، وهذا يعني شيء جميل جدا، دلالة على أنه قوة الفكرة، قوة الدلالة، قوة أيضا اللعب باللغة. وهو يكتب باللغة العربية كذلك، لكن الرباعيات كما تعلمون يعني كتبت بالفارسية، لكن هو كتب معظم يعني منجزه العلمي، يعني علم الطب أيضا، علم الفلك، الكيميائيات، الطبيعيات، كلهم يعني كان يكتبهم باللغة العربية. اللغة الفارسية يعتقد أنها عندها روح خاصة بها، وهي كيف يمكن أن توجز الأشياء بصدق. ثم أنه بطبيعة الحال يعني هذا من ناحية الأسلوب، لكن من ناحية المعنى كان بطبيعة الحال خارج قليلا عما هو سائد. نعم. طيب سيدة ربيعة، عما هو سائد حتى يعني الآن، وربما في العصور القادمة. نعم نعم، ذكرتي يعني أو مررتي على أبو العلاء المعري في معرض حديثك، يعني ما مدى تأثر الخيام بلزوميات أبي العلاء المعري؟ فعلا يعني التفاتة مهمة جدا، يعني تعرفي الكبار يتقارؤون بين قوسين. أنا أعتقد بأنه حتى لو هناك من الباحثين الذي ينفي ذلك، أنا أقول بالفعل يعني هناك، أنا أشعر بأن هناك شيء من قراءة وتواصل الخيام مع اللزوميات مع المعري. لماذا؟ لأنه الخيام عاصر المعري، بل عاصره بطريقة قوية جدا، لأنه عاش أكثر من 20 سنة قبله، وعاش أكثر من 60 سنة بعده، بمعنى أنه قرأه بالمفهوم الفلسفي، قرأه كثيرا. لذلك نجد بعض الأفكار التي تتناسب أو تتلاقى أو تتلاقح. بطبيعة الحال أيضا هناك أرسطو الذي نجد أنه موجود عند الاثنين في الأفكار، في أفكار الوجودية، في أفكار حيرة الوجود، في أفكار الموت مثلا، الحديث عن الآخرة، الحديث عن الجنة والنار، الحديث عن العذاب إلى آخره. كل هذه الأشياء
بطبيعة الحال يعني الخيام هو يتحدث كثيرا عن الخمر، يتحدث عن ما بعد القبر، ما بعد الموت. فهذه الأشياء التي يتلاقى فيها المعري بطريقة ساخرة أحيانا وبطريقة أيضا دراماتيكية أحيانا أخرى. فهذا هو اللقاء ما بين اللزوميات وما بين الرباعيات. جميل. طيب هناك من يرى أن الرباعيات هي بمثابة ترجمة لفكره الفلسفي، ذلك الفكر الوجودي المتمرد، هل تتفقين مع هذا وما رأيك أيضا؟ نعم، هو عمر الخيام هو متمرد على كل شيء، هو متمرد على السلطة، متمرد على صديقه زعيم الحشاشين، على صديقه أيضا الذي كان في الملك وهو يعني أصدقاء، فلذلك لم يريد أن يكون في السلطة في القرار، ولم يكن يريد أن يكون مع الإرهاب، فكان هو متمرد على نفسه أصلا، حاول أن يكون فقط عالما ثم شاعرا ثم متأملا، والتمرد يأتي من رغبته في أن يكون هو وحده، يعني لا يشبه الآخرين. لذلك ستجدين أنك حينما تقرأين عمر الخيام فإنك تقولين هذا الرجل سيعاصر الأزمنة القادمة التي لن نكون فيها نحن، سيكون هو معاصر لها. لماذا؟ لأنه كان صادق، ولأنه مس جوهر الإنسان، مس ما يمس الإنسان أصلا، لم يكن يضر في دواليب زائلة. نعم، بالحديث عن الزمن يشغل. والأزمنة المختلفة. نعم. أستاذ ربيعة، هل هناك مؤشرات في الأدب العربي على التأثر بهذا الإرث، بإرث عمر الخيام وما قدمه؟ مع الأسف يعني عمر الخيام لم يكتشف في العالم العربي إلا مؤخرا، يعني مع وديع البستاني، مع الزهاوي، أيضا مع أحمد رامي الذي يعني أطربنا مع السيدة أم كلثوم والموسيقار الكبير، يعني وأيضا الصافي النجفي هذا العراقي كذلك الذي ترجم. لكن مع الأسف يعني يظل عمر الخيام لسبب أو لآخر، ربما الأسباب معروفة، يظل يعني بعيدا عن وجدان القراء، وأنا أعتقد بأنه مع ذلك سيظل، على الرغم من التكنولوجيا، على الرغم من كل هذه العلوم التقنية الدقيقة إلى آخره، سيظل، لأن كل هذه العلوم وكل ما وصلنا إليه لا يجيب عن السؤال الأساسي الجوهري، وهو الذي كان يتحدث عنه عمر الخيام، مسألة الموت والحياة والوجود والذهاب. طيب هناك من يشكك في أن عمر الخيام الشاعر ليس هو نفسه الرياضي والفيلسوف لتباين الأفكار بينهما، هل برأيك لجوء عمر الخيام إلى الشعر كان هروبا من سلطة العقل إلى الخيال ومن اكتساب الحقيقة إلى المجاز؟ في الحقيقة هو جمع ما بين العقل، ما بين المنطق، وما بين الوجدان، وهنا القوة نتاعو، يعني قوة عمر الخيام هذا التلاقي ما بين السالب والموجب، لذلك كانت شرارة اسمها عمر الخيام. عمر الخيام صحيح يعني تعرفي 10 قرون يعني ليست بقليلة، فباستطاعة الناس يعني يذهبون في كل مذهب الذي يقول ليس هو، ويمكن أن يقنعك، والآخر يقول لا هو، لأن هناك عناصر مشتركة ما بين العاقل، ما بين الطبيب والعالم الفلك، لأنه دائما مع النجوم. لذلك يعني أيضا في شعره، أنا أعتقد بأنه في شعره وعمله كعالم فلك هو مشترك. لماذا؟ لأنه دائما رأسه موجودة في النجوم، يعني سواء عن طريق الشراب أو عن طريق الشعر أو عن طريق الحديث عن الموت أو عن طريق الحديث عن الكواكب
وفي علم الفلك الذي وفي الكيميائيات أيضا وأيضا في الطبيعيات. إذن أنا بالنسبة لي وهذا يعني استنتاج نتيجة لعمر طويل في يعني في تجريب مع هذه الشخصية، في محبة هذه الشخصية، في قراءة هذه الشخصية خاصة باللغات الأجنبية، أشعر بأنه فعلا هذا الرجل لو لم يكن كذلك لما استطاع أن يضل 10 قرون، وهو الآن يعني تعرفوا الجزائر عملت يعني معرض حوله، وربما وأيضا في العالم هناك مسرحيات كل عام، هناك ترجمات كل عام، وهناك أفلام، هناك مسلسلات كل عام، هناك رسومات متحركة أيضا. نعم كل عام. نعم هو خالد بما تركه لذلك يعني من يضل هو. للأسف انتهى وقتنا، لكن الحديث عن نعم. عمر الخيام لا ينتهي ولا يتوقف، فعلا مثير للاهتمام. أمتعتينا بهذا اللقاء، الروائية الجزائرية ربيعة جلطي، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا. شكرا لك مرة أخرى. مشاهدينا نتوقف لفاصل قصير، نعود بعده لمتابعة ما تبقى من فقرات برنامج ضيفك. أو معنا أهلا بكم من جديد. فقرتنا المقبلة عن كاتبة وروائية وشاعرة لبنانية، نتعرف عليها مع آلاء. نعم رانيا، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي تدخلنا عوالم الكاتبات والكتاب. نطرح أسئلتنا عن آخر إصداراتهم، لماذا وأين يكتبون وما الذي يلهمهم. أسئلة أخرى نقلناها إلى الكاتبة حنين الصايغ، وهي شاعرة وروائية لبنانية اكتشفت قدرتها على الكتابة في أول العشرينيات من عمرها، ونشأت في حضن الطبيعة التي كان لها أثر واضح في كتاباتها وروحانياتها كما تقول. حنين الصايغ من مواليد عام 1988، وهي حاصلة على إجازة في اللغة الإنجليزية وأدابها، وشهادة ماجستير في تدريس مناهج اللغة الإنجليزية من الجامعة الأمريكية في بيروت. صدرت لها 3 مجموعات شعرية، هي فليكن وروح قديمة ومنارات لتضليل الوقت. وبعد صدور المجموعات الشعرية 3، سلكت حنين الصايغ طريق الكتابة بثبات عبر رواية ميثاق النساء التي نشرتها عام 2023، وأثارت جدلا واسعا، وأخذت لاحقا بعدا مختلفا من خلال إصدارها باللغة الألمانية عبر إحدى دور النشر في برلين بعد ذلك بعام واحد. نشاهد معكم. اكتشفت أني بكتب لحتى أفهم العالم بشكل أفضل، لحتى أفهم محيطي ومجتمعي اللي نشأت فيه بشكل أفضل، لأنه مجتمعاتنا بتعطينا الكثير من الاحتواء والحب لنشأتنا فيها، بس بذات الوقت بتاخد كثير من حريتنا وحقنا في الاختيار. هلأ أنا بلشت رحلة الكتابة الإبداعية بكتابة الشعر، والشعر له ريد خاص فيه، يعني القصيدة مزاجية جداً، تحضر ساعة اللي هي بتغيب، هي حالة شعورية وبتغيب، يتمنع الشعر مرات بغيب لشهور، ما كان في وقت محدد، ممكن الساعة 5 الصبح اكتب، ممكن وانا عم سوق السيارة صف على جنب واكتب، وانا عم اجلي شيل الكف من ايدي واكتب. بينما الرواية عمل مختلف كليا، الرواية اضطريت اتعامل معها على انها وظيفة. بفيق الصبح بشرب قهوتي وببلش اكتب، في الهام ما في الهام هيدا موضوع اخر. هلا
روايتي الأولى هي كانت الإصدار الأخير إلي، صدرت عن دار الأدب في أيلول 23. هذا العمل متعدد التيمات، يعني بحسب رأي الكثير من النقاد فيه كثير مواضيع، بس من الثيمات الأساسية هو موضوع الحرية، موضوع علاقاتنا بالآخرين، بالأبوين، بمجتمعاتنا، بأطفالنا، العلاقات الزوجية، صورة النفس عند المرأة، كيف بتشوف حالها. تلقيت عرض للعمل في إحدى الجامعات، يعني جامعة مرموقة في لبنان، وكان واجبي كمدرسة محاضرة أني أقبل هذا العمل، ولكن اخترت أن أكون صادقة مع نفسي. أنا ما كنت حابة أنه خوض علم هاي المواد، لأن بحاجة للكثير من التعب والتحضير، وبذات الوقت ما عم بتجيب لي الاكتفاء يلي أنا بحاجة إله، أنه أنا اللي بيتعلم الإنسان وبيضحي وبيحصل شهادات، بالأخير لما بيلاقي حاله منو سعيد باللي عم يعمله لازم يطرح علامة استفهام. فمن أجل كون لحتى أكون مرتاحة أنه أنا أرفض هذا العمل، قلت رح ألتزم بكتابة الرواية اللي صار لي سنين عم فكر فيها، واللي صار لي سنين عم بختلق حجج لحتى ما أكتبها أما لأجل كتابتها. عنوان ميثاق النساء عنوان شوي كان جدلي، أولاً لأنه هو عنوان فصل من رسائل الحكمة للكتاب المقدس عند الموحدين دروز، وبعض الأشخاص ممكن يفكروا أنه كتاب أكاديمي مثل كأنه بيحكي عن شيء مستند حقوقي، ولكن هذا العنوان لا يتكلم عن دين ولا يتكلم عن أي مستندات حقوقية. مقصود في العنوان هو ألم الميثاق، الألم المشترك والدعم بين النساء، وأنا استخدمت بالرواية صورة لحتى أعبر عن هذا الميثاق. وصفت النساء بأنهم بيشبهوا جذور الأشجار يلي بتمتد تحت التربة على بعد عشرات الأميال وتتعانى، فهكذا يجب أن يكون ميثاق النساء. في أخبار الفن السابعة، أعلنت إدارة مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم عن تفاصيل فعاليات الدورة الخامسة المنتظرة بداية من 3 يوليو المقبل. التفاصيل تحمل في طياتها مشاركة 53 فيلما يمثلون 28 دولة حول العالم. وفضلا عن الحضور التونسي والمغربي القوي في هذه الدورة، تبرز المشاركة المصرية التي ستكون حاضرة في عمان الدولي بستة أفلام وفي أقسام المهرجان المختلفة. الأفلام هي العودة إلى الإسكندرية وبوابة هوليود، وفيلم عيون سموكي، والترعة، وباب الشمس، وهجان. وضمن مسابقة الأفلام الوثائقية العربية الطويلة يبرز فيلم بوابة هوليود للمخرج إبراهيم نشأت، حيث وثق من خلال تنقله في أفغانستان الأحداث مباشرة بعد الانسحاب الأمريكي، كما يوثق كيفية استيلاء قوات طالبان على مجمع هوليود جيت الذي يزعم أنه كان قاعدة سابقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في العاصمة كابول. خداك درخشوني ميكي موشوان هو ده غاز زو اینجا با سیستم ارادار و چیزا که مکمل ایرا کشف میکردن مکمل سیستم اینجا از بین بردن ما هم جایی نمیجا هست موسیقی
إلى الجزائر الآن، حيث يحتضن رواق الفنون جاليري ياسين آرت بالجزائر العاصمة معرضا للفنان التشكيلي عمر بريكية. المعرض يحمل عنوان معاني الذاكرة وذاكرة الجسد، ويسلط فيه الفنان عمر بريكي الضوء على مجموعة من الصور لمدن وشخصيات يراها خالدة كجبران خليل وبيروت العتيقة. معرض معاني الذاكرة وذاكرة الجسد الذي يستمر حتى 30 من يونيو الجاري، ويجمع 40 عملا تجريديا لمواضيع راسخة في ذاكرة الفنان كالموانئ القديمة وعادات الناس والطبيعة الصامتة. لنتابع. هوماج لجبران، خالد جبران، هذا حتى هو يعني بالمناسبه كان رسام وكان يحب رودان، واحد فنان يعني فرنسي يعني خاصه. هنا في اللوحه هذه عملت له هي عباره على صوره قديمه تاع بيروت، وعملتها عباره ككارت بوستال يعني باش كلي كان انا عايش في وقته، وبعثت له ببطاقة باردية يعني. هذا المعرض يعني ما يخرجش على نطاق هذا الموضوع اللي حكينا عليه على الذاكرة. جزائر العاصمة كاين على بيروت باش نقدم لك يعني المعرض بصفة عامة، وكاين اللي نقدروا نسموها بطبيعة ميتة ناتور مورت يعني في الطبيعه الميته. كاين كاين احاسيس، كاين دي سوفونير، كاين دي يعني كي تقرب من اللوحه وتشوف يعني لي ديتاي، تشوف تقرب ويعني قد ما تقرب تشوف حوايج انا هكذا يعني هكذا نحس بهم. ومن بعد كل واحد كيشوف هو يعني عنده نظره تاعو، عنده القراءه تاعو الخاصه يعني، حتى المشاهد هو يعني الزائر يعني المعرض هو يعني يشوف يمد لا ليكتور تاعو يعني يمد القراءة تاعو. شيء يعني ممكن كثير ما يقدروش يديروه، لأن الواحد لازم يشوف يعني بعينيه باش يقدر يرسم لوحة يعني أنها تكون مميزة. أما أنك ما زرتش المدينة وأنك تقدر تقدم هذا النوع من اللوحات، هو يعني إنجاز يعني فن. هذا يعني تطور في العمل من حيث الذاكرة، فهو جعل الذاكرة اللي كانت ربما شافها في البطاقات البريدية أو في رجعها إلى الحياة بمنظور جديد. المنظور اللي ينظر فيه هو مش المنظور العادي، المدرسة الكلاسيكية انظر فيها بنظرة معقدة، كاين تعقيد في النظر في الفور في الشكل وفي اللون وفي الاختصار للرسم. قدم الفنان التشكيلي اللبناني أسامة بعلبكي مجموعة كبيرة من لوحاته عبر معرض فردي جديد أقامه في الجاليري صالح بركات في بيروت تحت عنوان نور داخلي. المعرض يجمع نتاج 4 سنوات من أعمال الفنان المستمدة من الواقعية التعبيرية والانطباعية والتي رسمها بالأكريليك، وتضم لوحات جدارية. الأعمال يعني بيحكمها نبرة الواقعية التعبيرية إلى الانطباعية، واللي بتعالج وبترصد المنظر الطبيعي اللبناني بروحه الداخلية، واللي بتعالج أيضا عزلة الأفراد وإقامتهم بعوالمهم الداخلية، يعني وصف تقريبا لحياتي ولحياة الآخرين بشكل شمولي وفني.
أسامة كرسام الحقيقة هو رسام مواظب، بيروح كل يوم على الأتولية تبعه وبيشتغل، بيلحظ كل التحولات اللي عم بتصير بالمدينة، كل التحولات اللي بتصير عند الناس، كل التحولات اللي عم بتصير بالطبيعة، وبيحاول انه هو كشاهد لعصره ان ينقل هالأحاسيس اللي بيشعر فيها ويحطها بتصرف المتلقي. ومن بيروت إلى الكويت، افتتح الرسام الكندي الإيراني رضا الدوست معرضه التشكيلي في منصة الفن المعاصر بالكويت، والذي يحمل عنوان الطبيعة والحنين. المعرض يستمر حتى 10 يوليو القادم، ويقدم فيه الدوست هويته الإيرانية من خلال الطبيعة في أكثر من 40 لوحة. لنتابع. احنا اليوم في منصة الفن المعاصر حاضرين حق تجربة جدا فريدة من نوعها، هي عرض تقديمي قدمه لنا الفنان رضا دوست مع الفنان أرشان رحيمي. أرشان رحيمي قدم مقطوعة موسيقية مصاحبة مع فن رسم مباشر من قبل رضا دوست، كانت تمثل الواقع. الفنان رضا دوست هو فنان إيراني عايش في كندا، كان ويسوى أكثر من إكسبيشن في الكويت وحول العالم. الطبيعة والحنين هي معرض قدمه رضا دوست في الكويت في منصة الفن المعاصر، ياخذنا في رحلة بين الحنين للماضي والوضع الحالي في المستقبل، وكيبينج ات فريش راح نشوف فيها الحياة ثرو الفاكهة الموجودة، البوميجرينيت، الابلز، الليمون، والنوستالجيا عنده خلال ذكريات الماضي وإحيائها في الحاضر. عنوان هذا المعرض يمثلني شخصيا، إنه يتمتع بخلفية عميقة مثل الخلفية الثقافية من موطن إيران. deep background like a cultural background from my back home Iran. هذه اللوحات في الواقع هي نوع من المحادثة، والمحادثة والتكرار الذي أجريناه عن تاريخ إيران. كنا نكرر هذه المحادثات منذ فترة طويلة، كل 50 عاماً أو 30 عاماً أو كل 100 عام. الفن الموجود على اليسار هو الأقدم، أما الفن الموجود على اليمين فهو الأحدث. ختام حلقة اليوم من ضفاف، نشكركم مشاهدينا على المتابعة، على أمل اللقاء غدا على شاشتكم العربي 2، وأشكر آراء. شكرا لك رانيا، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. دائما مواعيدنا ضمن ضفاف تحمل في طياتها الكثير من الثقافة والفنون. هذه حياة فريق العمل، ودمتم بخير.